خلطة لفراغات الشعر. مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردنا توضيح خلطة لفراغات الشعر بشكل نهائي. عزيزي عزيزتي، الأمر بسيطا جدا. عليك بمزج 5 معالق من زيت الزيتون مع 3 معالق من زيت الخروع ومعلقة من القرفة وأيضا معلقة من الليمون. وبعد ذلك عزيزي، قم بتدليك فروة رأسك بهذا الخليط الذي حصلت عليه، ولكن قم بوضعه قبل النوم وقم بلفه بمنشفة، وفي اليوم الثاني اغسل شعرك بالشامبو كالمعتاد. فبالتالي إلى اللقاء في حلقة أخرى وجديدة بإذن الله سبحانه وتعالى، وإلى اللقاء.